فالشيطان ما بيحاربش الرسالة قد ما بيحارب الايه؟ الاختلاف. فهمنا؟ لما بيضيع اختلافنا ضيع رسالتنا. إذن احنا قضيتنا دايما انا لازم افضل مختلف. طيب تعالوا نفهم بقى يعني ايه ابقى مختلف. دي ابتدي الاختلاف في رد الفعل. كل الناس بيحصل لها مشاكل، والمسيح له المجد ما ميزناش في الدنيا ان ولادي معصومين من المشاكل. ما فيش آية بتقول كده في الإنجيل، ولادي مش هيعدي عليهم أزمات، لا، ألف العالم سيكون لكم ضيق. طب ولادي أنا معاهم في المشاكل، ولادي بيحبوا الناس جوه المشاكل، ولادي مش هيشتغلوا بالكذب واللؤم واللخبطة بتاعت الدنيا في المشاكل. إذن الطبيعي بيحصل مشكلة الناس رد الفعل تخاف، تقلق، تنزعج. You have to be different. أنت مختلف. مجرد يشوفوا واحد مسيحي في مشكلة كبيرة عنده سلام، بس دي أحلى من 100 وعظة. هو شاور على المسيح خلاص، فهمتوا؟ لأنه مختلف بقى فيه رسالة. الاختلاف بان في إيه؟ رد الفعل. عندنا مشاكل كلنا، محدش فينا ما عندوش مشاكل. المشاكل بتعمل إيه؟ بتكئب الناس، تهد الناس، تظلم عليهم. وشك منور، بس خلاص انت مختلف. اذا يبقى لك رساله. وضحت الحكايه؟ اذا احنا عندنا تشالنج، تعدي من نوع خاص، ازاي يبقى في مشكله ولسه عندي سلام عشان اللي حواليا يشوفوا الاختلاف؟ يبقى مش محتاج اوعظ. واضحه؟ كل ده لسه هنحكي فيه، هنتكلم بالتفصيل في حاجات كتير. اختلاف في رد الفعل، اتظلمت. الظلم من اكتر المشاعر الصعبة. إحساس بالظلم مر، أي حد فينا اتظلم في مرارة كده، لأنه إحنا كلنا مخلوقين على صورة ربنا بنحب الحق، فبنكره الظلم. الظلم ده له أشكال كتير قوي. ظلم في الفلوس، في العلاقات، في التهم، في التقصيرات، في أنك أنت متوقع حاجة حلوة يجي لك عكسها، في أن واحد تاني ياخد حقك فيتبلوا عليه أشكال والوان. الظلم الطبيعي بتاعه، الري اكشن بتاعه ميل للانتقام. ايه رايك بقى انه انت كمختلف مع ظلم تبقى متسامح بجد؟ اصل التسامح ده درجات، لكن تقدر تسامح وتنسى الاساءه وتفضل تحب اللي ظلمك. ده مش سهله، بس هو ده الاختلاف، وهو ده التاثير، وهو ده اللي يخلي النور يبان. وضحت؟ لكن لو اتظلمت وبتغل من جواك ونفسك تشوف فيه 100 يوم، اوكي انت عادي، انت عادي، ما مش ممكن حد هيشوف فيك المسيح. طيب تعالوا ناخد مثلا في التجارب، تجارب بقى الالام الشديده مش المشاكل العاديه. تجارب بتخلي الانسان الطبيعي يتذمر. ليه كده؟ ويبرطم ويرفص ويعترض ويتخانق مع ربنا، لو كان لسه في ربنا في دماغه، مع الناس، مع الدنيا. لو انت مختلف تيجي التجارب مفاجأة برد فعل مختلف. شكر. في ناس كده؟ في ناس كده، صدقوني في ناس مسيحيين حلوين كتير يعرفوا يشكروا في ايام بتبقى قاسية وصعبة بجد، تجارب شديدة، تقدر تقول اشكرك يا رب. اللي يسمعك، اللي قاعد جنبك هو بيسمع، اشكرك يا رب. في اللحظه دي انت قلت له الانجيل كله فيه، لانه ده معناه انك متاكد انه كله خير، وان ربنا لسه بيحبك رغم اللي بيحصل فيك، وانك بكره هتشفها من اللي بيحصل. رسائل كتيره قوي وعظات كتيره قوي بتتقال في كلمه اشكرك يا رب في لحظه الوجع الشديد. وضحت الاختلاف؟ يبقى الاختلاف مش معناه لازم نلبس رهبان، لا لا خالص، تكلمش في اللبس. احنا بنتكلم في موقف كرد فعل. رد فعلك ايه للاستفزاز ده؟ ده يوميا بقى، مش كده رسائل بقى واتساب وفيسبوك وفي الشارع وفي الشغل وفي العيلة. اوكي في ناس مستفزة، نشكر الله ربنا حاططهم في الدنيا كده، ايه يعلمونا حاجات كتير قوي. طيب رد الفعل الطبيعي التلقائي، تغضب، تتغاظ، ترد، تزعق، تقطع علاقتك بالشخص، تقفل منه. رد الفعل اللي مش طبيعي المختلف، انك تفضل وديع، تفضل مهذب،
المسيح قال تعلموا مني الوداعة. كان حواليه شوية يهود مش مستفزين كلمة مؤدبة، لأن هم مستفزين جدا وعاوزين يغلطوه وبيتبلوا عليه وبيعملوا حاجات غلط كتير قوي. فضل وديع، لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، منتهى الحنية والحلم والوداعة وطولة البال، يشتم فيبارك لا يشتم عوضا. يبقى أول مبدأ كده، أرجوك راجع ردود أفعالك لكل موقف. لو لقيت واحد بيزقك عشان ياخد مطرحك، رد الفعل ايه هو ده؟ اوكي، حضرتك مش مختلف، كل الناس بتعرف تعلي صوتها، احتفظت بابتسامتك وهدوءك وقلت جملة مفيدة ايا كان هتقول ايه، انت مختلف، لان الرياكشن ده مش متوقع. الرياكشن التاني ده عادي جدا، محدش هيسألك سوري دينك ايه او شكلك ايه لما تعمل الرياكشن العادي، لكن ممكن الناس تتساءل هو ازاي عمل كده. يبقى هنا في شهادة للمسيح. تاني وجه للاختلاف، الاختلاف في المحبة. كل الناس بتعرف تحب، لان كل الناس اتخلقت على صورة الله ومثاله، كل الناس تعرف يعني ايه حب، واصغر طفل واكبر شيخ يعرف يميز الحب. الحب ما يتغشش على فكرة، او يتغش بس ما يطولش في الغش. الناس بتعرف اللي بيحب بجد، بس ربنا قال لنا خليكم مختلفين، المحبة بتاعتكم غير العادي. اذا في محبة عادي وفي محبة ايه مش عادي اللي هي مختلف. فقال ان احببتم الذين يحبونكم، ده اسمه الايه؟ ده عادي. كلنا على فكرة في العادي ده، نحب بقى عيلتنا، نحب عيالنا، كل ام تقول ده انا بموت في عيالي، ده انا وصية المحبة 10 من 10. انهي وصية؟ محبة عيالك دي ما جاتش على فكرة، لأنها غريزة، لأنها طبيعية. طب محبة الأعداء 0 من 10، مش كده؟ تحب قريبك كنفسك 1 من 10. الوصية بتقول غير كده، لكن بتحب عيالك، أنت ما بتحبش عيالك، أنت مش بني آدم، يعني تبقى موضوع ملخبط خالص. الحيوانات بيحبوا عيالهم، إذا الموضوع مختلف. فهنا أي أجر لكم، أليس العشارون؟ ده كان دايما أسوأ فئة في نظر الناس اسمها العشارين، بيعرفوا يعملوا دي. لو سلمتوا على أخواتكم، على فكرة دي بتزعل، لأن ناس كتيرة واقعة في دي، ما بيسلموش على ناس كتير. الله، تبقى أنت مش مسيحي لأنك مش مختلف. أليس العشارون يفعلون هكذا؟ خليكوا كاملين، كاملين في المحبة، يعني خليك مختلف، خليك غير عادي، خلي محبتك للناس يتبصلها ايه ده، ايه الادب الزياده ده، الاخلاق العاليه قوي كده، ايه المحبه الفياضه النقيه دي. لا ده مش عادي، بس هو ده اللي بيأثر بعد كده. نفس المعنى في بطرس الاولى يقول ايه، طهروا نفوسكم، ما تسيبش حاجه وحشه جواك، بالروح للمحبه الاخويه العديمه الرياء، تبقى بتحب الناس زي اخواتك بدون تمثيليه وغش. حبوا بعض من قلب طاهر بشدة، يبقى بتحب من جوه وقوي، من جوه وقوي، لا دي زيادة، دي ده الاختلاف. الحب اللي من بره كده ده عادي، الحب اللي من قلب وبشدة لا، ده ما يتغشش، ده اختلاف، ده مش طبيعي. ومش بنتكلم على شريك الحياة وابنك، لا، بنتكلم عن ناس ممكن تكون بتعرف بيهم، تحبهم قوي ومن قلبك. ده على طول الاختلاف المؤثر، هي دي رسالتنا، انت مختلف وانت مؤثر لانك بتحب حب مختلف، حب غير عادي. نفس الشعر، نفس الاتجاه، يقول ايه، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى. هذه مشكلة، انت عندك شكوى على اخوك، على امرأتك، على ابنك، على زميلك، في شكاية، شكوى، في زعل. هي المشكلة مش تشكي ولا لا، المشكلة انك مش عارف تسامح. كل الناس بتعرف تعمل شكوى، كل المصالح طول نهار شكاوى، مش كده؟ عادي. لكن الاختلاف ايه؟ انك ما تشكيش وتحبه، ده مستوى اعلى، انك تعذر. لكن هتفضل تشكي
وتبرطم. وساعات الشكوى دي ليها اشكال، يا اما تشكي للمستوى الاعلى، يا اما تشكي للي حواليك وتقعد تعيد وتزيد وتتكلم عن الناس وخلاص. بس حضرتك مش مسيحي، لانه المستوى اللي بيتكلم فيه ربنا المختلف كما غفر ليك المسيح. هو المسيح لو سبته يشتكي عليك هيقول ايه؟ مش هنخلص. لو ربنا ابتدى يقول كل واحد فينا بغلطان في ايه، احنا معانا ظهر الظهور. طيب بما انك مجرب الغفران، يبقى الاختلاف هنا انك تسامح. من سخرك ميلا العادي قول له اطلع من دول وانا مغفل، لا مش همشي معاك. لكن المختلف اذهب معه اتنين. من سألك قول له ما عنديش اديله. من اراد ان يقترض منك قول له انت كذاب لا ترده. طب تحب قريبك وتبغض عدوك، ده كان المستوى المطلوب من اليهود لان كانوا بيموتوا بعض. قال لهم لا لا، دلوقتي احنا بنزود على الكلام ده، انا بقول لكم حبوا اعدائكم. ده الاختلاف، ده اللي غير العالم، ده اللي جاب ناس كتير قوي للمسيح. الحته دي باركوا لعينيكم. ما هو انت سهل قوي تلعن اللي بيلعنك، هي دي محتاجه شطاره، محتاجه مجهود. ده اصغر عيل صغير بيعرف يشتم. احنا بنشوف عيال صغيرة قد كده في الشارع وبتشتم، يعني مش محتاجة شطارة. دي هي الشطارة، انك انت تتشتم وما تشتمش، انك تبارك. تبارك يعني تطلب الرحمة والبركة للي بيعمل كده. ده التفوق والاختلاف. احسنوا الى مبغضيكم، واحد يأذيك وتعمل معاه خير، هو ده الاختلاف. صلوا مش لأولادكم حبايبكم، للي بيغلط فيك. إذن ربنا يسوع بيتكلم في مستوى مختلف. تاني بعيد وزيد، الاختلاف هو التأثير. لو حبيت بالطريقة دي انت كارز من غير مجهود، انت مؤثر، انت مش محتاج تسافر الدنيا عشان تشاور على المسيح. المسيح باين. تالت نوع من الاختلاف، الاختلاف في الهدف. شعرنا لازم اكون مختلف، ليسوا من هذا العالم. وحتى احنا كمكرسين ممكن ما نكونش مختلفين كفاية، عشان كده مش مؤثرين كفاية. الاختلاف في الهدف معناه ايه؟ مش محتاجين نراجع ونقول ان كل الناس تقريبا في العالم هدفها تعمل ايه؟ فلوس او متعة او سلطة. تقريبا كل الناس بتفكر في الثلاثي المرعب ده. اغلب الناس عاوزة تعمل فلوس، عاوزة تنبسط، عاوزة سيطر. هي الدنيا ماشية في الاتجاهات دي. طب حياتك بني ادم زيهم، بس انت مختلف. مش فارق معاك فلوس ولا سلطه ولا لذه او راحه، لان انت عارف ان ده كله هيترمي في الزباله بكره. ده اللي قاله المسيح، قال هذه كلها تطلبها الامم. يعني ايه؟ تقول هاكل ايه، هشرب ايه، هنتفسح في ايه، هشتري ايه براند نيم بقى واشتري حاجه غاليه. طب ما الناس اللي بتموت بتفكر كده، وحضرتك مش مسيحي برضه؟ طب انت بتفكر كده ليه؟ ليه بقى ده هدفك؟ ليه ده ياكل عقلك؟ ليه ده يشغلك اساسا؟ ابوكم عارف انت محتاج ايه، لو احتياج هيجيبهولك، ان كان على لبس واكل مش هتموت جوعان. لكن اطلبوا اولا، ده الهدف بقى، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يبقى في اختلاف في الهدف واضح. نفس المعنى ده قاله رسالة يوحنا، والحتة دي بتكررها الكنيسة كتير قوي، كأنها كل قداس بتعيدها علينا. لما تقول ايه؟ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. هو انت ما وراكيش غير كده يا كنيسة؟ كل ما ندخل قداس نسمع الجملة دي، هي قصده ليه؟ حضرتك مختلف، الناس بتحب الدنيا، حضرتك بتحب السماء. في اختلاف كبير جدا. لو قالوا لك وانت مسيحي حلو تروح السماء النهاردة، تقول يا ريت. لو قالوا لأي واحد تاني تمشي، قال لهم يعني بعد الشر علي؟ طبعا. يوحنا يقول كل ما في العالم، هو لخص لنا الأهداف اللي في العالم، المشغوليات اللي في العالم. إيه اللي في الدنيا؟ شهوة الجسد، المتع، شهوة العين، المقتنيات والممتلكات مش كده؟ تعظم المعيشة، الكبرياء والسلطة. وبعدين يقول ده مش من ربنا، كل ده ده من الدنيا، ده من العالم. طب والعالم اخرته ايه؟ اهو عالم يمضي وشهواته، كلنا فاهمين.
وعارفين. وياما ناس قبلنا كانوا أغنياء جدا النهارده تراب، كانوا مشهورين جدا النهارده تراب، كانوا عايشين في الخطية واللذة وأي متعة أيا كان شكلها النهارده تراب. طب هو محتاجة شرح. لكن مين الواعي، مين المختلف اللي مركز في إرادة الله، مشيئة الله؟ مشيئة الله إيه؟ قدساتكم مشيئة الله السماء يريد أن الجميع يخلصون. أنت مركز في دي، مركز توصل للسماء أنت وكل اللي بتحبهم، بس خلاص يبقى أنت مختلف. الاختلاف في الهدف، بولس يقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أولئك يجاهد، دي أصلها كلمة رياضية اللي هي زي اكسرسايز يعني تريننج. فأي حد بيلعب رياضة بيفضل يجاهد عشان يوصل لكاس. فبيقول الجماعة اللي بيتعبوا قوي في التمرين دول يأخذوا إكليلا يفنى، يعني ممكن يفضل يلعب 10 سنين عشان في الآخر يطلع في التلفزيون ماسك كاس. فهرى نفسه يعني 10-20 سنة عشان يبقى عضلات أو تبر نوع الرياضة أو الفن أو. أما نحن بنجاهد بس في اتجاه تاني خالص، إكليلا يفنى. احنا عاوزين السماء، عاوزين المسيح اللي يدينا الإكليل مش الدنيا. إذا أنا أركض، بولس بيتكلم عن نفسه، أنا بجري بس بجري في سكة تاني. أبوه كان غني، كان ممكن يجري ورا الفلوس، باع القضية. غمالائيل أبوه الروحي كان مشهور، كان ممكن بولس يجري ورا الشهرة، باع الشهرة. بولس اختار حتى ما يتجوزش وما يعملش أسرة، هو بيجري في اتجاه السماء، واضحة قوي بالنسبة له، فلم ناس كتير قوي لأنه كان مختلف في هدفه. ضرورة موضوع علي، ويل لي إن كنت لا أبشر. أنا مش بضرب في هوا، أنا بضرب الشيطان وهوصل. إذن اللي مركز قوي ده بيبقى مختلف. نوع آخر من الاختلاف هو الاختلاف في المبادئ. لو تلاحظوا أنا عمال أقول أنا لازم أكون مختلف، قلت في الأول مختلف في رد الفعل، مختلف في مستوى الحب، مختلف في الهدف اللي عاوز أوصل له، دلوقتي بقول مختلف في المبادئ. بمعنى إيه؟ أغلب الناس من مبادئها اكسب، واللي تكسب اللي تكسب بيه العب بيه، يعني ايا كان اللي هتشتغل بيه بس في الاخر اطلع بمصلحة. العالم كله بيربي فينا الانانية المصلحة. ربنا يسوع بيحط مبدأ عكس كده، بيقول الشاطر اللي فرحان اللي كسبان في الاخر هو اللي يدي ويفرط ويوزع طول الوقت، مغبوط ان هو العطاء اكثر من الاخذ. وده مبدأ غير الدنيا خالص. صار واحد داخل الشغل عاوز يساعد زمايله ويكبر زمايله ويرقي زمايله، انت مغفل؟ انت تدخل الشغل دي تزق زمايلك، تطلع فوق رقبتهم وتوصل. الدنيا بتقول كده، هو داخل منتهى البساطة عمال يشجع الكل، واي معلومة عنده يديها للناس ويكبرهم ويعلمهم. بتبصله هو انت مش طبيعي، احنا هنسبقك. تسبقوني؟ تسبقوني في ايه؟ في الفلوس؟ المركز ماشي. وطبعا ربنا بيعوضه بطريقته، بس طريقه التفكير المختلفه دي، المبادئ بتخليك على طول في ناس مش هتنسى لك انك قدمتهم على نفسك، لان الدنيا ما بتقولش كده. بس لما بتعرف تعمل دي انت بقيت مؤثر. لكن لما تزق عادي، كل الناس بتزق عشان توصل. اختلاف في المبادئ يقول لا تنتقموا لانفسكم، اعطوا مكانا للغضب. مكتوب لي النقمة أنا أجازي، إن جاع عدوك اطعمه. ده مبدأ غريب جدا. إن جاع عدوك افرح فيه، إن جاع عدوك قول الحمد لله أخيرا ربنا خد بحقي، إن جاع عدوك قول بس سيبوه لغاية ما يموت. إن جاع عدوك اطعمه، ده مبدأ غريب. إن عطش اسقيه. إيه المبادئ دي؟ بس هو ده اللي يخليك مختلف. وتحط جمر نار على رأسه، ده مش انتقام، ده انت شلت دماغه الغلط، حرقت الشر اللي في دماغه، انت غيرته، انت كسبته لانك كنت مختلف. ان لم تكونوا امناء في مال الظلم من يأتمنكم على الحق، وان لم تكونوا امناء فيما هو للغير. النهارده الزمن عمال يزيد في الكذب والغش وعدم الامانه والفهلوه والشطاره والاستغلال. الحاجات دي بقت قيم انسانيه، بقت مبادئ عند الناس اللي حوالينا احيانا. ازاي تبقى امين في حق غيرك قبل حقك؟
ده مبدأ مش موجود في الدنيا. الناس تاخد حقها قبلك، ويبقى حق الناس تبقى بتشتغل ومظلوم في شغلك، بس لو ليك عملاء او ناس حقهم قبلك، تقدر تفكر كده؟ دي الامانه اللي المسيح بيستناها. ما اسهل انك تقول طب ما انا نفسي مش واخد حقي، طب ما كله بيعمل كده. ايوه انت دخلت في حته مبدا تاني ده، لكن انت مختلف لانك امين في زمن الامانه بقت غاليه وقليله. ارسلكم كغنم وسط ذئاب، كونوا حكماء. غنم وسط ذئاب، طب ما اي ديب واحد ياكل الغنم؟ لا لا، في مبدا غريب جدا، انك تفضل غنم، تفضل حمل، تفضل وديع، تفضل مهذب، وكل اللي حواليك مش مؤدبين. معلش، ربنا يديك الحكمة ويديك البساطة. بمعنى ايه؟ ربنا قادر يخليك مختلف ومؤثر، رغم ان اختلافك مش صوت عالي ولا عضلات ولا فلوس ولا هكذا. نوع اخر من الاختلاف، الاختلاف في الشكل واللغة، بخليه في الاخر بقى. المنظر كمان على فكرة بيبقى مختلف. وهنا اقصد بالمنظر ايه؟ وشك، لبسك او لبسك، حركتك، ضحكتك، المكان اللي بتقعد فيه، الناس اللي بتقف معاهم، هو ده كله بيقول انت بتفكر ازاي. لغتك بقى، عشان كده يقول اولاد الله ظاهرون، مش محتاجة وعظ ولا معجزات. العالم النهاردة محتاج ولاد الله، ناس بيحبوا ربنا ومركزين شبه المسيح، مختلفين. اولاد ابليس كمان ظاهرين، كل من لا يفعل البر ليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. تعبير بكلامك تتبرر، بكلامك تدان، كلامك بيقول، اللغة على طول بتقول. انت ما بتغلطش بلسانك، ما تجيبش سيرة حد ابدا، ما بتعبش في حد حتى لو كان دبحك، مؤدب بزيادة. طب ما هو باينة، ما تخرجش كلمة وحشة من بقك، لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. بنشوف الموقف يستلزم ايه؟ جملة طالعة محسوبة في مكانها وبس، لا اكتر ولا اقل. كل ده اختلاف، عشان كده المسيح لخص ده كله في كلمة ايه؟ احملوا نيري عليكم. النير يعني ايه؟ ركز معايا وخليك شبهي. التشبه بالمسيح هو النير. النير يعني حق واحد شايل. على فكرة الشيلة مش صعبة، بس عاوزة تركيز. بينما انت لما بتقلد العالم بتلاقي الشيلة تقيلة جدا، لانك بتضطر تعمل كل حاجة غلط بعد شوية. وهنا بيقول تعلموا مني انا وديع متواضع قلب، هتجدوا راحة. على فكرة لما بتعيش مختلف شبه المسيح انت مرتاح، مرتاح من الكراهية وقرف، مرتاح من الانتقام وذله، مرتاح من الشهوات اللي بتبهدل الناس، مرتاح من الطمع اللي بيخلي الناس ما بتنامش. انت مرتاح، مش انت اللي تعبان. على فكرة اللي عايشين برا المسيح هم اللي تعبانين جدا نفسيا.